إذن مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم في هذا البث المباشر مباشرة من عين خروبة جماعة سيدي سليمان ملكيفان. إذن ما بعيدنش بزاف على بوفكران، ساكنة دوار خروبة طال عليهم الدم حيت ما استفدوش من السكن اللائق. البعض من الناس الدوار استفدوا والبعض الآخر مازال ما استفدش لظروف معينة، فخليكم معنا مشاهدينا الكرام مع ساكنة الدوار، غادي نعرفوا معهم علاش مازال ما استفدوش. فكما كتشوفوا معنا هادو البرار كي كانوا كيبانوا لكم، وبالنسبه للناس اللي استفدوا فهذيك هي الجزيئه اللي سكنوا فيها. اذا غادي نبقاو مع الهادي الرئيس السابق لدوار خروبه، غادي يعطينا الكلمه ديالو بخصوص هذا المشكل اللي كتعاني منه الساكنه. بسم الله، السلام عليكم. كنشكروا الاذاعه ديال شوف تي في اللي تفقدت هذه السكينه ديال خروبه وجات تشوف الحالات ديالهم، وحنا حاليا غادي نعطيكم واحد الرايات على هذه السكينه. هذه السكينه ديال خروبه كتوجد منذ الاستعمار، هذا الدوار هو كاين هنا. انا عندي 65 سنه في عمري، زدت هنا وخلقت هنا، كبرت هنا، عندي الوليدات ديالي هنا، مزوجين، كل شيء. هذه المساله ديال الاستفاده حصاونا في 99، كانوا الوليدات ما مزوجينش، جلسوا حتى 2012. كاين اللي زوج ولدو، كاين اللي ذا نهار جا الاحصاء تجاوز، داروا اندمجونا في بقعه واحده، بقعه واحده الدري وحنا هذه الحاله يعني عشنا في البراكه وفي الضيق وفي واحد الازمه اللي كتصور. قلنا الحمد لله جات واحد الوقت اللي غادي الوضعيه غادي تحسن لينا ولوليداتنا، وفرحنا بهذا المشروع هذا، ولكن تفاجئنا بان داروا وليداتنا معانا في ملف واحد، وعندنا الوليدات محصيين 2012، ودابا من 2013 بشهر 3 الى يومنا هذا في 2020 ما كاين حوار معنا، ما كاين نقاش، ما كاين حتى شي حاجه، والمحلات ديالنا كيتلاشاو، ما قدرنا نصلحوهم، ما قدرنا نشوفو. دابا كنشوفو من الراي العام ومن السلطات المحليه، وكاع اللي عنده اليد في هذا الملف يشوف من حاله هذه السكينه. وعاش محمد السادس، عاش سيدنا الله ينصرو، وقف معنا في هذه كورونا، بغينا له ستر الله، بغينا له يحفظه ربي ويحفظ لنا وطننا. حنا راه مشينا للمسيره في 1975، كاين الناس اللي مشاو للمسيره، منهم انا، منهم بعض الناس مشينا ضحينا بالارواح ديالنا في وجه التراب ديالنا المغربي، في وجه الوطن، في على الوطن. حنا حاليا كنطلبوا بوقعه استفاده لينا ولولادنا، حنا نستافدوا ولادنا يستافدوا، ولكم الشكر والحمد لله رب العالمين. شكرا السي الهادي. اذا كما سمعتوا بعض المشاكل اللي كتعاني منها الساكنه، غادي نبقاو مع احد المتضررين ايضا. بسم الله الرحمن الرحيم. انا سيدي في عمري 33 سنه، كبرت هنا وزدت هنا ومجوج، وعندي وليداتي، وما بغاش بغاو يشاركوني مع الوالد ديالي، وراك عارفين البقعه دايرين لنا فيها 70 متر كاري، وعندنا الوالد عنده اربعه ديال الخوتي، وعاد انا والوليدات ما يمكنناش 70 متر ما كافياناش. دابا كنطلبوا من الناس المسؤولين يشوفوا يديروا لنا شي حل. حنا راه حنا عيينا بالقطره، وجا كتجي الشمس كتادينا، كتجي الشتا كتادينا، ديما الحراره قاتلانا، البراك ديالنا قريب يطيحوا. بغينا حتى حنا نستافدوا، الوالد ديالي بوحدو وانا بوحدي، ولكم كل احترام، وكنتمنى من السلطات تشوف من حالنا وتشوف الحاله اللي في حنايا عايشين. راه الناموس، وزايدين جنبنا كاين الزعبول، كنا بسميتو بالناموس والزباله، ووليداتنا صغار ومتضررين، عائلاتنا متضررين، وكنطلبوا المسؤولين يشوفوا من حالنا. شكرا شكرا. اذا كان احد المتضررين معنا في هذا دوار عين خروبه مشاهدينا الكرام. كما سمعتوا معنا بعض الاراء مشاهدي قناه شوف تيفي داخل وخارج ارض الوطن، فكاينين بزاف ديال ديور الصفيح اللي مازالين كيعانيو بالمملكه المغربيه، دوار خروبه واحد منهم. نتمناو المسؤولين يدخلوا ويديروا حل لهذه الساكنه، فكما كتشوفوا معنا كاينين اللي مستفد وكاينين اللي مازال ما استفدش. فكما كنشوفوا الجزيئه انفاس معنا، وكنشوفوا البرارك ايضا مازالين كاينين هنا. اذا معنا احد المتضررين ايضا، غيقول لنا الكلمه ديالو.
السلام عليكم. كنشكروا اذاعه شوف تيفي، راه حنا مضرورين وكنطلبوا الله تعالى من السلطه باش يشوفوا من حالنا. راه انا والولد ديالي وحنا قدام هنا، زدنا هنايا، زدنا هنا في هذه الارض، هذه الارض السعيده، وخلاونا حنا وجاو الجداد من مورانا وعطوهم، وخلاونا حنا ما درنا حتى شي حاجه، فهمتي؟ وكنطلب الله تعالى من 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 الملك ديالنا ما يكونش يشوف من حالنا حنا اللي جالسين في هذه الارض هذه. علاش؟ شنو درنا لهم؟ واش حنا ماشي مواطنين؟ وشاركنا في المسيره الخضراء، وشاركنا في كل شيء، وحتى دابا اللي بغاو يشاركوا حتى في العسكر نشاركوا فاش ما كان. حنا مواطنين وحنا حنا جنود مجند للملك ديالنا، الله يخليه لنا والله ينصر. اذا انت عندك نفس المشكل، انت ولدك عطاو انا عندي جوج دولات ولا ثلاثه اللي عندي سامحين فيهم، كنطلب الله تعالى يعطيو غير واحد. عندي خالد وعندي يونس وعندي نور الدين، كلهم مجوجين. قالك اسيدي بينا عندكم المحل، كل واحد ديروا الباب ديالو. وحنا حنا هكا عايشين من اول مره، حنا كنا هكا عايشين من اول مره، كنا عايشين عائله كبيره. باش كطالبوا دابا كساكنه عين خروبه؟ كنطالبوا باش يعطيونا حنا ولاد، هادشي اللي كنطالبوا، ما كنطالبوا حتى شي حاجه منهم، كنطالبوا يستافدوا حنا والولاد ديالنا، هادشي اللي كنطالبوا، هادشي اللي كنطالبوا من الحكومه وتشوف من حالتنا حنايا. والله يرحم والدين الجميع. شكرا. الله ينصر سيدنا. شكرا. شكرا عليك. اذا كما سمعتوا، بعض المتضررين من هذا، كاين بعض الناس اللي استفدوا والبعض الاخر لا زال يعاني في ضيور الصفيح كما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام. اذا معنا احد المتضررين ايضا من ساكنه الدوار عين خروبه. السلام عليكم، كنشكر شوف تي في على هذه المبادره هذه كانت معنا. وانا عندي 30 سنه في العمر ديالي، المهم سكنت هنايا في التسعينات، سكنت في الدوار عين خروبه. فاش جاو الاحصاء الاول والاحصاء الثاني، المهم كنت تزوج ودرت الوليدات ديالي، والدار عندنا صغيره، خرجت على برا، بنيت انا واحد البراكه ديالي بوحدي باش نخلي الوالدين ديالي في الراحه ديالهم وانا في الراحه ديالي، وعندي خويا عاوتاني كبير حتى هو واقف على الزواج. المهم خرجت انا على برا وبنيت، وفاش جيت فاش جينا الاحصاء، المهم الوالد ديالي بغى يريب، قالوا له لا راه معاك ولدك. جاوتني الاخ ديالي قالوا لي بغى يريب، قالوا لي لا راه معاك الاخ ديالك. بقينا هكا دابا لمده 3 سنين، دابا ما كاينش هاد الناس، هادو ما كاين، ما تيسولوا فينا، ما طلعوا علينا، ما حتى شي حاجه. الله ينصر الحق وعاش الملك. شكرا. اذا معنا رئيس ديال دوار خروبه ونائب رئيس جماعه سيدي سليمان ملكيفان، غيعطينا ايضا الراي ديالو في هاد النزيله. بسم الله الرحمن الرحيم. كما كتشوفوا معنا هذا المشروع ديال إعادة إيواء قاطني دوار خروبة جماعة سيدي سليمان ملكيفان، اللي تم الإحصاء الأول ديالو في سنة 1999، وتم الإحصاء الثاني في سنة 2012، ولم يتم التوزيع إلا إلى حدود شهر 3/2018. هذه المدة كاملة اللي كان قضاتها قضى هذا المشروع ما بين الإحصاء وتوزيع القطع السكنية على المستفيدين، خلت أن العدد اللي كان تحصى زاد شيئا ما. هذا الشيء اللي أثر على عمليات ديال توزيع الوقاع، حيث أنه تم استفادة البعض والبعض الآخر لم يستفيد، بدعوى أنه يجب هدم وحدتين، يعني يهدم واحد جوج البراكات ديالو ديال الابن ديالو اللي انشق على الاب والاسره ديالو هو بالدور ديالو. وهذا ما تم وهذا لم يخدم مصلحه الساكنه، نظرا المساحه ديالها ما كتجاوز 70 متر كاري، وما يمكنش تأوي جوج الاسر، خاصه حنا في الباديه الاسر ديالنا معروفين بالكثره ديالهم، تيكونوا فيهم عدد الافراد كثار، وبالاضافه الى الجانب المادي ان ما غاديش يمكن الاب يبني واحد المنزل اللي فيه طابقين او ثلاث طوابق. هذا كله كيأثر على التوزيع ديال هذا الانجاح هذا المشروع، وبالتالي كما كتشوفوا معنا فعدد ديال البرارك اللي باقين هو 89 براكه، فيها 26 براكه مستفيدين، وكيعانيوا الاسر ديالهم من الفقر المدقع اللي هذا الشيء يجعلهم انهم ما يهدموش، والباقي عندهم مشاكل ديال عدم استفاده الابناء، حيث كاينين هنا عندنا اسر اللي مجوجه من سنه 1979، وبالحكم العالم القروي حنا معروفين ان الابن الاخير ولا الابن الاكبر تيأوي الوالدين ديالو، ما يمكنش يلحهم، حنا ما كنديوش ولادنا الخير والدينا الخيريه. وبالتالي منين جات اللجنه حصات الابن وحصات والديه،
وكتلقى هو عنده الابناء ديالو وكتلقى الاخوات ديالو بنات ولا دراري اللي مازال ما تزوجوش وباقين مع والديهم، وبالتالي ما يمكن لهمش يتجمعوا في بقعه واحده فيها 70 متر. وبالاضافه للعامل المادي ايضا كذلك تيلعب في هذه الاسر هذو اللي مازال عندها مشاكل تقنيه وعندها مشاكل ماديه. هذا كله اثر على هذا المشروع هذا وخلاه انه ما يخرجش لبر الامان، وبالتالي كما كتشوفوا الوضعيه هي كارثيه. بسبب ان كتشوفوا البرارك ان الناس منين تهدم واحد الجزء كبير الاخرين بداو كينتظروا بالدور ديالهم انهم يهدموا وما كيصلحوش ديك البراكه وتلاشات، وبالاضافه للركامات اللي خلاوها الوحدات اللي تهدموا ما ادى الى انتشار عده حشرات وكذا الثعابين والعقارب، وهذا كيشكل خطر كبير على وبالتالي هنا كنطيحوا في واحد الموقف انه بحال الا كاين هنا تمييز واحد الجزء ساكن في سكن لائق وواحد الجزء بقى في البراكه، وللاسف البعض منهم من السكان الاوائل في الدوار ومن المؤسسين ديال الدوار يعني كيتواجدوا من عهد المستعمر ومثلهم ممثل الساكنه اللي كان كيمثل الساكنه في السنوات الماضيه اللي هو قضى تقريبا فتره ديال 4 ولايات، ومن ضمنهم انه ما مستفدش بسبب حتى هو اللي عنده الابنه ديالو ارمله ومتواجده هي والابن ديالها وعندها براكتها بالقرب من الاب ديالها، بالتالي حتى هو طاح في نفس المشكل. غتسمح لي غنسولك واحد السؤال عافاك، انت مع القرب ديالك للساكنه وكممثل ساكنه دوار خروبه وبالقرب ديالك بالجماعه مع انك نائب رئيس جماعه سيدي سليمان مول كيفان، شنو هي الحلول اللي وضعتها الجماعه باش تخرج هذه الساكنه من هاد الازمه اللي كيعيشوها يوميا تقريبا؟ حنا كممثلين ديال المجلس الجماعي ديال جماعه سيدي سليمان مول كيفان في تواصل دائم مع اللجنه المحليه برئاسه السيد القائد وكذلك اللجنه الاقليميه برئاسه السيد العامل، وحنا حنا فقط كنقدموا لهم مقترحات واراء وتوضيحات على الحاله اللي تعيشها الساكنه، في حين ان القرار كيرجع لرئيس اللجنه الاقليميه اللي هو اللي خصو يتخذ القرار في عديد من المشاكل اللي مطروحه في هذا المشروع. وحنا بدورنا كمستعدين نقوم باي شيء من اجل انجاح هذا المشروع الذي يمثل مشروع كبير بالنسبه لجماعه سيدي سليمان مول كيفان اللي غادي نقضوا عليه على اكبر تجمع للسكن العشوائي جماعه سيدي سليمان مول كيفان. نتمنى ان اللجنه الاقليميه ولا اللجنه المحليه يبذلوا مجهود كما عرف الانطلاقه ديال المشروع، حيث كانت مجهودات مكثفه وكان المشروع غادي بواحد السرعه، الان كيعرف تباطؤ كبير وذلك راجع لعدم السرعه في اتخاذ القرارات من اجل ايجاد حلول فعليه من اجل انهاء هذا المشكل والقضاء على السكن الغير اللائق بدوار خروبه. ونتمنى ان بعد مرور هذه الجائحه اللي زادت وقفت علينا المبادرات اللي تنقوموا بها والمجهودات، نتمنى انه يتم انهاء هذا المشروع بعد ان ان شاء الله بلادنا تخرج لبر الامان من جائحه كوفيد 19 ونقضيو على هذا المشروع ويعرف نجاح اول مشروع كبير بجامعه سيدي سليمان مول كيفان. وشكرا. شكرا. اذا كما سمعتوا معنا مشاهدينا الكرام، بعض ساكنه مدينه او دوار خروبه كيعانيوا من السكن بالبرارك، كيعانيوا ايضا من السكن الغير اللائق. اذا وصلنا الرساله ديالهم، نتمنوا من المسؤولين يديروا حل لهاد الساكنه. الى هنا تنتهي حلقتنا مغاربه العالم، الى اللقاء في موضوع اخر مكان اخر. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.